بعد تحريرها بالكامل من سيطرة مسلحي تنظيم داعش. ناحية اللطيفية جنوب بغداد شهدت الجمعة عقد لقاء موسع بين القيادات الأمنية فيها ولجنة الأمن والدفاع النيابية، إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي وشيوخ عشائر الناحية، لتوحيد الجهود لمنع عودة الخلايا التابعة للتنظيم والاستماع لمطالب أهالي الناحية التي تضمنت إيقاف الاعتقالات العشوائية وفتح قنوات الري لأراضيهم الزراعية. الاعتقالات العشوائية اللي تمت، الآن لدينا الكثير من أبناء ناحية اللطيفية معتقلين ما نعرف مصيرهم وين، وهذا خطأ كبير، هذا خلل على الدولة. أنا مواطن، من يأخذون ابني يأخذون أخوي، ما عندي مشكلة، الدولة تعتقل من تشاء بحكم القانون، بس المطلوب من الدولة أن تعلمني ابني وين وأخوي وين مكانه. هذا واجب على الدولة وحق للمواطن أنه يعرف مصير المعتقل ومصيره وين. هذه وحدة. اللطيفية من موضوع الاحتلال موصل ولي حد الآن المياه مقطوعة عن ناحية اللطيفية، واللي هي ناحية اللطيفية كانت سلة بغداد، مشاكل بعضها أوامر قبض سابقة. الحقيقة وضعنا آليات خاصة لمتابعة هذه القضايا، ويجب أن تكون حلول حقيقية لا فقط إعلامية، حلول حقيقية. ولذلك وجود قائد الفرقة ووجود آمري الألوية والأفواج هنا، ووجود أعضاء مجلس النواب الذين رافقونا في هذه الجولة. نحن وضعنا آليات، يجب أن تطبق هذه الآليات، نحن جهة رقابية تشريعية. القيادات الأمنية المسؤولة عن ناحية اللطيفية أكدت وجود تعاون كبير من قبل الأهالي، تمثل برفض القطاعات العسكرية بالمعلومات الاستخباراتية للحفاظ على استقرار الأوضاع في ناحيتهم. التعاون الكبير هو من جانب المواطن، لأن كما تعلمون المعلومة الاستخبارية عندما يكون مصدرها المواطن تكون معلومة استخبارية دقيقة جدا، لذلك تم بعون الله تحقيق تطهير كافة المناطق. الباقين كلهم يد بيد يتآزرون مع القوات الأمنية بالمنطقة، وإحنا نساعدهم في مجلس النواب، وإحنا كوجهاء من المنطقة أيضا نعاهد الأجهزة الأمنية ونعاهد أخواننا الباقين في مجلس النواب أنهم نكون لهم يد وعين، أولا لفرز الإرهابيين والمخربين، ثانيا لإعادة بناء المنطقة بناء صحيح. وتشكل ناحية اللطيفية امتدادا لمناطق حزام بغداد باتجاه محافظة بابل، تحاذيها مناطق اليوسفية والمحمودية التي كانت تسمى في السابق مثلث الموت. وقد استغل تنظيم داعش الطبيعة الجغرافية للناحية المتمثلة بالمناطق الزراعية المفتوحة لزرع بعض خلاياه. من يكون الكلام مباشر بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية ستكون هناك نتائج إيجابية للوضع الأمني في كافة المناطق. ما لاحظناه الوضع الأمني في اللطيفية وفي المحمودية وضع أمني مستقر. كما تضمن اللقاء الموسع في ناحية اللطيفية الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القيادات الأمنية وأعضاء المجلس البلدي لتأمين عودة النازحين وتدقيق هويتهم أمنيا. محمود فؤاد، الحرة، بغداد.